تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. بافل طالباني يؤكد: لا نريد تقسيم أقليم كردستان ومستعدون لأي حوار وتفاهم. ومؤتمر في سليمانية لوضع بروتوكولات دوائية للأمراض السرطانية. وإعادة افتتاح أكبر مسجد في بريطانيا إثر دماره جزئيا في حريق هائل عام 2015. وسط ازدياد التوتر مع الولايات المتحدة، الصين تقرر رفع إنفاقها الدفاعي. تزايد حالات القتل والخطف والتشريد في جميع أنحاء هايتي. رئيس وزراء اليونان يطلب صفحة من أسر ضحايا كارثة القطار، وتظاهرات المطالبة بالعدالة مستمرة.